أحاول رن الجرس، أحتاج المساحة. لا، تم القبض علي. يجب أن أتصرف بعفوية. انتظري يا ماديسون، بما أنك تحبين الرسم على السبورة، لماذا لا تحلين المعادلة؟ أوه، لا أظن أني أعرف الحل. كيت، ساعديني. لا تسأليني، لا أعرف. حقاً، أعطيني الطبشورة. سأريك الحل، استخدمي أصابعك فقط، أقصد المرسومة طبعاً. لدينا 6، 7، 8، 9، و10 على إصبع. الآن أين 7؟ هنا. والثمانية هذا الإصبع. والآن سنملأ الأرقام الأقل منهما. لدينا 5 أصابع بالإجمال، لذا سنكتب 5 هنا. وماذا عن الأصابع المتبقية؟ 3 على هذه اليد و2 على هذه اليد. سنضرب الرقمين ونحصل على 6، وهذه هي الإجابة. واو، لم أعلم أن الأصابع يمكنها فعل الكثير. أنا المعلمة الخبيرة، عودي إلى مقعدك الآن. أوه، لا يمكنني البقاء أكثر هنا. المدرسة لا تكترث بنا حتى. أنا أرى كل شيء، لا تعبثي معي. هذه السيدة ترى كل شيء. سخيفة، لا أستطيع. غابي، ماذا حدث؟ أين؟ مستحيل، لقد تركتني بمفردي هنا. مهلا اللحظة، أحتاج إليه أكثر منك. حان وقت الخدع. الآن يمكنني قراءتها بسلام. صارت الأجوبة واضحة الآن. زوي، كنت أنتهي. حسناً، إذن لقد انطلت عليها الحيلة. وقت العمل. ماذا؟ هذا أمر فظيع، لديها حقيبة يونيكورن. حسناً، سنرى من الأفضل. هذا صحيح، لدي لوحة كاملة من الألوان. أراهن أنها غيورة جداً الآن. ألواني جيدة على نفس القدر، يمكنني تعديل مكياج عيني متى احتجت. لدي أيضاً مخالب من الألوان مثل وولفرين. هل تظن هذا جيداً؟ انظر إلى أحمر شفاهي الجديد. هل تظنين هذا يكفي؟ لدي أنابيب طلاء. لا أستطيع تحمله. وبالطبع فرشي. ليس رائعاً، لأن لدي هذا. هذا صحيح، مجموعة كاملة من فرش المكياج. حسناً، تفوز هي بفرشها على ما أعتقد. انتظروا لحظة، أنا لم أنتهي بعد، لأن لدي فكرة عبقرية. سأبدأ بورقة من اللباد، وسأحتاج إلى مسطرة وطباشير. سأرسم خطاً منقطاً بطول بوصة لكل نقطة، وعلى الجهة الأخرى كما أنني رسمت خطاً آخر وقصصت هنا أيضاً. والآن صارت جاهزة لأقلامي وفرشي، يمكنها الآن الانزلاق مباشرة من خلال الفتحات التي صنعتها. حسناً، والآن بعد أن طويتها بالكامل، يمكنني إضافة بعض الغراء الساخن هنا. وبعد ذلك، لدي هذه العقدة الصغيرة مع حلقة مطاطية. والآن انتهيت. ربما عليك إلقاء نظرة على هذا. ما هذا؟ كيف يجرأ؟ ما الذي يجري هنا؟ مسابقة؟ حان وقت تحديد الفائز. ها هو. يا إلهي، نعم، هذا كل ما أردته يوماً. لا يمكنني تصديق هذا. الاختبار ممل. حسناً، إنه يعجبني. أنت مهووسة بالدراسة، ربما يمكنني المرح قليلاً. مهلاً، توقفي عن التصرف بطفولية. يعجبني هذا السؤال. أوه، أحتاج إلى الخروج من هنا. أنت؟ ما الأمر الآن؟ شاهدي ذلك. سأفرك هذا القلم على كمي ثم ألف الغطاء قليلاً. اعترفي، لقد انبهرتي. هو، أنت ساحرة، دعني أجرب. لا أعتقد أن هذا صحيح. الساحر لا يكشف أسراره أبداً. ربما أحتاج إلى مزيد من الاحتكاك. ها هو، لا يمكنني فعل ذلك. أو أعرف، يمكنني استخدام عقلي لفهم ذلك.
هاو، لقد نسيت أمر الجاذبية ودوران الأرض. يعني فهمت، لنجرب ذلك مجددا. هذا ليس سحرا. لا يهم. أيها الطلاب، الكلام ممنوع. آسفة، رأتها المعلمة. أوبس، إنني أراك يا صوفيا. أنا أؤدي واجبي، أرأيت؟ هذا آخر إنذار لك. أنا متأكدة أنه كان لدي قلم. يبدو أنني سأرسم. يجب أن أرسم هذه الزاوية بدقة. مهلا، ماذا حدث؟ كيف انكسر ظفري؟ هذا شنيع. يجب أن أهدأ قليلا. سأستخدم مبرد الأظافر لحل هذه المشكلة. ماذا يحدث هناك؟ أنت تعرفين القواعد، منتجات التجميل ممنوعة. لا أريد أن تصرخ المعلمة علي. من الأفضل أن أؤجل برد ظفري. لحظة، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بكل تأكيد. سأضع المبرد بهذا الشكل والمسطرة فوقه. سأرسم خطوط قياس المسطرة على طول المبرد من البداية وحتى النهاية. جيد، أضفت كل الخطوط وسأضيف الأرقام الآن. سأضيفها ليبدو المبرد مثل المسطرة. يجب أن تكون واضحة. انتهيت، يمكنني برد ظفري الآن، كما يمكنني استخدامه كمسطرة. هذا رائع، سأبرد أظافري وأحل واجباتي في نفس الوقت. حسناً أيها الطلاب، إنه يوم الامتحان. حظاً موفقاً. تفضل يا ماندي. لا يهم، هذا يبدو صعباً حقاً. كان علي المذاكرة. أظن أنها الإجابة الأولى، أتمنى ذلك. كلا، لا يبدو هذا صحيحاً. ربما علي التخمين، فقد يحالفني الحظ. ما الذي تكتبه غادي؟ لا يمكنني أن أرى. سأرسب. ماذا سأفعل؟ لا فائدة من هذا. أظن أن لدي فكرة. سأمسح هذا فحسب. ماذا حدث لممحاتي؟ هذا سهل جدا. غابي ليس لديها ممحاة. أنت، الغش ممنوع. صف الفن ممتع. على الأقل لن تكون درجتي هي الأسوأ. هذا ممتع، هذا جميل جدا. ما للحظة، أحتاج إلى استعارة هذا. حان الوقت لتصرف سريع. لا توجد ممحاة؟ لا مشكلة، ضع الغراء على القلم الرصاص. تدوير القلم الرصاص سيسهل الأمر. فصل وضع الغراء حتى نهاية القلم. ضع طبقة تلو طبقة لتحصلوا على كمية سميكة من الغراء. اجعلوا رأسها مستديراً، ثم أضيفوا قليلاً من اللمعان. انثروا الجليتر على الغراء قبل أن يجف. والآن سامح الإجابات الخاطئة. الأمر ينجح، أنا سعيدة لأنني فكرت في هذا. والآن سأحدد الإجابات الصحيحة من غابي. شكراً. أيتها المعلمة، لقد انتهيت. أعتقد أنني سأثير إعجابك. صح، كم أنا على ذلك. هذا مثير للاهتمام. امتياز. لا يمكنني الكتابة بسرعة كافية. أعمل ألا ينفذ حبر القلم. ما الذي يحدث هناك؟ إنه دورك يا جينيفر، سأربح هذه الجولة. ليس بهذه السرعة. تظنان أنهما ماكرتان؟ لا يبدو أنكما تدرسان. كنت على وشك الفوز. أوف، هذا تعريف الخلية العصبية. لدي دفتر آخر. حقا؟ هل تظنين أنك قادرة على خداعي؟ لا تقلقي، لدي خطة. انظري، هل هي جادة؟ سأكتب الدرس عليه. هل القلم جاهز؟ ما شابك ورق؟ نسيت أنها موجودة في مقلمتي. يجب أن أستفيد منها. أترى هذا الدفتر؟ أحضر شريطاً لاصقاً ملوناً وضع شريطاً طويلاً منه هنا. قصه عند الوصول إلى الطرف بهذا الشكل. أضف المزيد من الشريط اللاصق حتى تنتهي من شبكة لعبة XO. هل تفكرين بما أفكر به؟
لكن لا نستطيع. سيصادر الأستاذ اللعبة. لا تحتاجين إلى قلم. فكرة ذكية. الأحمر ضد الأزرق. ربحت. يا بنات بسرعة تصرفي بعفوية. قلت إن اللعب ممنوع. كنت أقول جيد. هذا يكفي. لماذا تنشغلان باللعبة ولا تنتبهان للشرح؟ أي لعبة يا أستاذ؟ هل بدأت أفقد عقلي؟ يا له من ساذج. هذا الاختبار صعب جدا. حتى الآلة الحاسبة لا تساعدني. ما لم هالتان حاسبتان ناقص آلة حاسبة. ها سيفي هذا بالغرض. سأنال منك. أجل الجواب هو واحد. صحيح لقد حلت المشكلة. أنا أينشتاين المعاصر. أينشتاين ها؟ يمكنك التفكير في ذلك في الاحتجاز. كلا يجب أن أخرج من هنا. أكره العقاب. دوريمي لا 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 لا. حسناً أنا متعدة. أو صحيح بالتأكيد. لا أحتاج إلى مكياج كثير فأنا جميلة بالفطرة. يمكنني رؤية ذلك. ما رأيك في وضع طلاء الشفاة؟ مهلاً تريدني مكالمة؟ حقاً؟ مرحباً أنت تمزح؟ ماذا فعل؟ أنا في طريقي إليك. حان وقت العرض علينا الذهاب. أو حسناً بالتأكيد. لا أحتاج إلى مكياج كثير. ألن لا يمكنني الخروج بمظهر هذا. ماذا سأفعل؟ أنت يا فنانة المكياج عودي. هذه كارثة. أنا ذا. كم يمكن أن يكون ذلك صعباً؟ هذا جيد حتى الآن. من أمازح؟ إنني أبدو كمهرج. حسناً دعوني أجرب ذلك بطريقة أخرى. أمل أن يفلح هذا. دروس اليوغا تلك تؤتي ثمارها حقاً. أجل أجل أعرف إنني أحضرها الآن. الأمر ليس كما يبدو علي. ماذا؟ ربما نستغرق وقتاً أطول. إنني أحاول وضع مكياجي. أوه ليس بهذه السرعة. لابد من وجود ما يمكننا فعله. رائع هناك خيط مفكوك من سترتي. انتظري ربما يمكننا استخدام هذا. الأمر يستحق المحاولة. ماذا تفعل؟ سأمرر الخيط على طلاء الشفاة. أود تغطية الخيط به. الآن سأرسم خطا خارجيا حول شفتيك. دعينا نحدد الشفة السفلية ثم سنملأ شكل شفتيك. لقد انتهينا. واو يبدو مذهلاً. إنني أبدو كصورتي في الملصق. مثالية. ماذا تعني بأن العرض قد بدأ؟ ميندي معي. بحقك تحركي تحركي تحركي. لنفعل هذا. طيب انظروا ماذا لدي في يدي. أوراق غش وهي ممنوعة كما تعلمون. لكن عندي طريقة جديدة للتعامل معها. حريق. لا شيء سوى النيران للغشاشين. كان يجب أن أفعل ذلك منذ سنوات عديدة. رائع لم يبق سوى الرماد والدخان. كما لو كانت نار مخيم. هذا الاختبار أصعب مما توقعت. جميل الأستاذة هاتسون مشغولة. سأخرج هاتفي بسرعة. أوف ها هي الإجابة. ماذا؟ يا لجرأتها جينيفر. سلميني هاتفك حالاً. أنا اختبارك بلا غش. يا لجراءة هذه الفتاة تغش أمامي. يا ويلي وضعته في صندوق الخطأ. تلفت حافظة هاتفها. واصل الحال سأعود حالاً. أستاذة كولدمان ارتكبت خطأً فادحاً. حرقت محفظة هاتفي طالبة بالخطأ. هذا كل ما حدث.
على الأرجح أن الطالبة تستحق ذلك، لكن لا تقلقي، يمكنني مساعدتك. واو، لقد تحسنت قواك الباردة كثيراً. بلورات جليدية، يا لجمالها! وستحل مشكلتك. الآن أضعي الحافظة على الطاولة. سأحضر طلاء أظافر طبقة علوية وسأسكب البعض منه على الحافظة. ستساعدني الفرشاة على توزيعه بالتساوي. بهذه البساطة أصبحت كل الحافظة مغطاة بالطلاء. سأخذ هذه البلورة وأضعها في الزاوية. تبدو رائعة. حان وقت إضافة المزيد. لا تبخلي في وضعها في كل مكان. سأملأ كل مكان فارغ بالبلورات. يجب ألا أنسى هذا المكان. إنها متلألئة. واو، يبدو هاتفها مذهلاً. أجل، هذه قوة المعلمة الباردة. على الرحم والسعة. طيب، سأضع هاتفها في الصندوق الأيمن هذه المرة. انتهى الاختبار، سلموا الأوراق. طيب، بذلت قصارى جهدي. شكراً يا جينيفر، يمكنك استعادة هاتفك. ما هذا؟ لماذا توجد بلورات جليدية على هاتفي؟ لقد كان بهذا الشكل عندما أعطيتني إياه. أستاذة هودسون، هذه حافظة رائعة. انظري إلى كل هذه البلورات البراقة في حافظتي. أوف، ظننت لوالة أنها كشفتني. سأكتب بقلم السبورة هذا. سأبدأ الكتابة الآن. أوه، ما أجمل شعر كيفن، ما أروع حركاته. كم هو وسيم. أوه، يمكنني التحديق به طوال اليوم. أوه، يبدو أنني سرحت. يا ويلي، لا 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 لا، كتبت اسمه ورسمت قلوبا حوله. ها هي المساحة. إنه لا يزول. يا للمصيبة، يبدو أنني استخدمت قلم خطاط دائم. أوه، سيساعدني كوب الماء. سأخذ رشفة كبيرة. أنا مستعدة الآن. حان وقت الفرك. هيا هيا هيا، لماذا لا يزول؟ لا فائدة، لن يزول أبداً. ماذا سأفعل الآن؟ سأشعر بالحرج للأبد عندما يراه بقية طلاب. ها؟ ماذا يحدث هنا؟ أجل، أنا آسفة، لا يمكنني مسحه. لا تقلقي، لدي حيلة لحل هذه المشكلة، لكني سأحتاج قلم سبورة كهذا. سأغطي الحبر الدائم بحبر القلم القابل للمسح. يجب تغطية كل خط تماماً. كدت أنتهي. حان وقت المساحة الآن. هترين، تزيل المساحة الحبر الدائم الآن. لا حاجة للفرق. انتهيت، اختفى اسم كيفن من السبورة. يمكنني تنفس الصعداء الآن. يا إلهي، جاء كيفن. نفذت بجلدي في آخر لحظة. لا تقلقي، سرك معي. حسناً، لقد جئت. عظيم، هذه حوالي 100 ورقة. لا أعتقد أنني سأنهي كل هذا. أحضرت لك القهوة يا آنسة، بملعقتي كريمة وملعقة سكر. ماذا؟ أليس هذا لطيفاً؟ تعلم بأنني أهوى القهوة، تفضل. أعطته ورقة واحدة فقط. هيهم. كيف حالك يا فتاة؟ أنت كاذب، هذا ظلم. سأنال منك على طريقتي. إليك هذا. يا إلهي، أشعر بحال أفضل. أهلاً، ألا يمكنني أن أحلم؟ يمكنني على الأقل الانتقام منه، أو بالأحرى سأصب جام غضبي على المدرسة. أوه،
مرحبا، كيف حالك؟ حان الوقت، تحب قهوتها أليس كذلك؟ سأحرص على أنه فارغ تماما. حسنا، فارغ تقريبا، ستفقد صوابها بلا شك. سيفي هذا بالغرض. يجب أن أتخلص من الأدلة ثم أذهب. أنت، انظر هناك. أنت طريف جدا. ودان، قهوتي؟ كيف حدث هذا؟ مقرف، يا لهذه الفوضى. هذه ليست قهوة. ماذا؟ لم أفعل شيئا. ليس لي. نلت منك. حصة العقاب ممتعة اليوم. مرحبا أستاذة هوتسون، كل الأطعمة والمشروبات في صندوقي من فضلك. لا أحمل أي شيء معي. طيب طيب، كشفتني. مرحبا أستاذة هوتسون، سأجلس في مكاني. ليس بهذه السرعة، سلمي وجباتك الخفيفة. طيب، ها هو الكيت كات. يحاولون كل يوم إحضار أكل إلى الصف. طيب، لقد أخذت الطعم. حان الآن وقت الحلوى الحقيقية، سيكون طعمها لذيذا. ماذا؟ أحدهم يأكل حلوى، يمكنني شمها. جينيفر، كنت أعلم ذلك. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، قد رأتني من منظارها. ستظهر بأني أدرس. تظن نفسها ذكية. جينيفر، هل يمكنك حل سؤالي على السبورة؟ طبعا يا أستاذة هاتسون. طيب، يبدو أنها مشغولة بحل السؤال. إنها فرصتي الآن. ها هي الشوكولاتة على مقعدها. سأسخنها قليلاً لنرى إن كانت جينيفر تحب الشوكولاتة دائبة. سيعلمها هذا عدم إحضار أكل إلى حصتي. انتهيت يا أستاذة هاتسان. أحسنت، يمكنك العودة لمكانك. إنه يحدث يحدث. ستجلس على الشوكولاتة. وفعلتها. ماذا؟ ما الذي جلست عليه؟ هلا هلا هلا، أنا في ورطة. نعم، نجحت الخطة. يا إلهي، بنتالي، هناك شوكولاتة في كل مكان. أستاذة هاتسون. نعم يا جينيفر، يمكنك الذهاب إلى دورة المياه للتنظيف. لن تكرر هذا الخطأ بعد اليوم. ما الذي علي تناوله أولاً؟ تبدو هذه جيدة. تدل رائحتها على أنها لذيذة. أريد المزيد. أوبس، هذا رائع. وصلت إلى المنزل أخيراً. أين مفاتيحي؟ لا بأس، ويندي في الداخل. أوهو، ما الذي يستغرق وقتا طويلا؟ ويندي، مرحبا. أجل، أوهو. رأسي. هل من هذا؟ ما تلك الضجة؟ أدخليني يا ويندي. كلا، هذه فوضى عارمة، ستغضب أمي. علي تنظيف هذا. أين بقية هذه الممسحة؟ ماذا سأفعل؟ مهلاً، يمكنني استخدام جوربي. سأضعه على الممسحة وسأفعل الشيء نفسه على الطرف الآخر. إنها ممسحة من تنفيذي. أنا عبقرية. والآن أحتاج إلى التنظيف. واو، هذه فكرة رائعة. مرحبا عمي، تفضلي بالدخول. كيف كان يومك؟ ماذا يحدث؟ اذهبي للجلوس واسترخي. كان ذلك وشيكا.
هل المكان نظيف؟ أعني إنه نظيف حقا. مهلا؟ ما هذا؟ لا شيء، أنا أجلس على شيء ما، إنها عبوة رقائق بطاطس فارغة. أو كيف وصل ذلك إلى هنا؟ وداعا، عودي إلى هنا. وهنا نخزن أثمن الممتلكات، نحتفظ بها دائما تحت حراسة مشددة. ينبغي توخي الحذر دائما. سأدعك تلقي نظرة في الأرجاء، سيثير إعجابك بشدة. تفضل بالدخول. كما ترى المكان آمن جدا، ونستخدم خزانة للاحتفاظ بالأغراض التي لا تقدر بثمن. هذا مفتاح الخزنة، إنه فاخر. الأخضر يعني أن الخزنة مفتوحة. انظر، إنها جميلة، أليس كذلك؟ واو، هل يمكنني لمسها؟ تمالك نفسك. آسف، إنها لامعة للغاية فحسب. سأعد إليك بهذين المفتاحين، فلا تفقدهما. يمكنك الاعتماد علي. أعني ذلك بالطبع. حتى الآن كل شيء بخير. أوبس، أشعر بالملل. أعلم ما علي فعله. سألقي نظرة على الماسة. ما أسوأ ما قد يحدث. أو أين المفتاح؟ هذا سيء. كلا، من المستحيل حدوث ذلك. كيف وصل إلى هناك؟ ماذا سأفعل؟ ربما يمكنني الوصول إليه. لم يتبقى سوى القليل. ماذا تفعل؟ إنني أنظف القضبان، إنها متسخة للغاية. يا له من التزام بالعمل. علي الإسراع، تبقى القليل فقط. لقد نجحت. الإنذار. ترتكب سرقة داخلية، أليس كذلك؟ ستذهب إلى مركز الشرطة. أنت اسمعني. أنت انتبه، أترك أحلام اليقظة تلك. لا يمكنني أن أفقد هذين. مهلا، لدي فكرة. سيحل هذا كل مشكلاتي. سأضع المفتاح داخل قالب، ثم سأضع مفتاح الخزنة على. سأضع خطا من الغراء على المفتاح، وقد أعددت وعاء من راتنج الإيبوكسي. سأصبه في القالب وسأملأ القالب حتى أعلى ليغطي المفتاحين. والآن سأتركه ليجف، وبعد أن يصبح جاهزاً سأزيل المفتاح من القالب. لن أفقد هذا المفتاح أبداً. أحتاج إلى دخول الخزنة فوراً. تفضل بالدخول. أين مفتاح الخزنة؟ لدي هنا. ما هذا؟ مفتاح الخزنة هنا بالداخل، لن تفقده أبداً. هذا جيد جدا، إنك تؤدي عملك جيدا. هل علي إخبار جيك بشعوري؟ سأفعلها، أمل أن تعجبه. أنا متوترة جدا. سأغلق المظروف فحسب. إنه لا ينغلق. لا يهم. يا له من سؤال مثير. جيك؟ سأخذ هذا. كلا، إنه ليس لك، أعيديه إلي. ماذا لدينا هنا؟ مستحيل. أرجوك لا تقولي شيئا. أنتما الأخرقان تحبان بعضكما، هذا مضحك للغاية. لماذا تفعلين هذا؟ ماذا سأفعل؟ لا أعلم بشأن هذا. إن كانت سين تساوي 4، أعرف الإجابة. لدي فكرة، أحتاج إلى شيء من حقيبتي. كلا، هذا ليس هو. مسدس الغراء خاصتي، هذا مثالي. الآن يمكنني إغلاق المظروف. حقوا رسالة حبكم سرية بهذه الخطوات البسيطة. ضعوا الغراء الأحمر على منتصف طية المظروف. استخدموا غراء كافيا لتصنعوا دائرة، ثم اضغطوا عملة معدنية في الغراء لتصنعوا خاتما. دعوا الغراء يجف، ثم أزيلوا العملة، وستكون أعمق أسراركم في مأمن. انغلق المظروف، والآن يمكنني إعطاؤه إلى جيك. ماذا تريدين؟ برريه إلى جيك. حسناً. أتساءل عما بداخله. جيك، ما هذا؟ إنه من ماندي. أمل أن يعجبك. سوف أحبه. لقد حصلت على امتياز في اختباري. لا أستطيع تصديق هذا، أنا متحمسة جدا. نعم، أحسنت. أتمنى لو حصلت على هذه الدرجة. لا تقلق، انظر، يمكنني إصلاحها من أجلك. انظر، سأضيف بعض الغراء لهذا الطرف
ثم سأضعه مباشرة على الدرجة السيئة. وانظر، يمكنني الآن انتزاع الدرجة على الفور. ها أنت دا، لا مزيد من الدرجات السيئة، والآن يمكنني فقط إعطاؤك درجة أحسن. امتياز، نعم، شكرا جزيلا لك، أنت الأفضل. من الأفضل أن نعود للعمل. نعم، معك حق. هيا ادخلي. أعتقد أنني أضع الكثير من الأشياء في خزانتي. أرجوك هيا كت أغلقها. وأخيرا، ظننت هذا لن أشعر بالنعاس. خزانة شيرل مفتوحة؟ هذا غريب. شيرل، هل أنت بخير؟ شيرل، انهضي. لا أريد الذهاب إلى المدرسة يا عمي. يجب أن أساعدها، لكن كيف؟ قد يكون هذا الكيس مفيداً، وهذا المغناطيس قد ينجح هذا. سأضع الكيس في الخزانة وأثبته بالمغناطيس. سأفعل الشيء أداته على الجانب الآخر. سيفي هذا بالغرض، ثم سأملأ الأكياس بأغراض شيرل، وهكذا ستصبح خزانتها مرتبة. واو، لديها الكثير من الأشياء، فرق شاسع. أعتقد أن علي الآن مساعدة شيرل. هل أنت ملاك؟ أوه، أنت لونا، لقد رتبت خزانتك. يمكنني رؤية الأشياء الآن. واو، مرتبة جيداً، لقد أحببتها، شكرا لك، أنت رائعة. على الرحب والسعة، هل تسمحين لي بالذهاب؟ أنت تسحقينني. لا بأس يا صديقتي، سأخذ كتبي للدرس القادم. أوبس، تظاهري بأنك لم تري شيئا. شيرل، ماذا؟ أنا مستيقظة. أو حسنا، تفضلي. أو رائع، شكرا، سهل جدا عند التفكير به. تدا، حقا؟ أو فهمت، سأجرب ثانية. لا يمكن مسحه. أو إنه دائم، سأكتب فوقه ثم أفركه ولن يعرف أحد. والآن سأكتب الإجابة الصحيحة. ما رأيك؟ لماذا نحن أصدقاء؟ هذا غير صحيح؟ حسناً، الاختبار على وشك البدء. ماديسون، هذه ورقتك. يا للهول، لماذا لم أدرس لهذا الاختبار؟ سأطلب مساعدتك. الرياضيات ممتعة، هذا حماسي. يبدو متحمساً للاختبار. أهلاً؟ هل يمكنك مساعدتي؟ طبعاً، لكن ستكلفك. قبلة واحدة وسأعطيك كل الإجابات. لن أفعل ذلك، كلا، غريب أطوار. فكري يا ماديسون، يمكنك حلها؟ إنها مجرد أرقام. هذا مستحيل، هيا يا دماغي ساعدني. ماديسون، الوقت يمر، حل الاختبار. أنا أحاول. أنت، قبلة واحدة فقط، اتفقنا؟ إنه يا مساعدي. إنها مجرد قبلة، اعتبريه جدتك. على الخد مباشرة. يا، أحتاج إلى غسول فم. انتهيت، أعطني الإجابات. صحيح، سأفي بوعدي. انظري، للحصول على الإجابة اكتبي المعادلة ثم اجمعي الرقمين، 6+4=10، ثم خذي رقم 2 واطرحيه من 10، ستحصلين على 8. للسؤال الثاني كرري نفس الخطوات، هذه المرة سنجمع 2 و5، المجموع 7، ثم سنطرحه من 2، الإجابة هي 5. واو، هذه الطريقة بسيطة، شكراً، هذا سهل. الإجابة الأولى 8 ثم 5. إنها تعرف كل الإجابات. ماذا؟ هل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، لكن ستكلفك قبلة. أنا موافق. هذا ظلم، إنها حبيبتي. أشعر بملل شديد. أحاول الانتباه، هذا مثير جداً. ها نحن دا، كل ملاحظاتي جاهزة. يا لك من خرقاء، لا أفهم أي من هذا. من يمكنه إجابة هذا السؤال؟ جينيفر؟ كلا، لا تهتمي. ويندي؟ حسناً،
شكرا لك. الآن حانت فرصتي. هو لم أعلم ذلك. مهلا. هو كلا، هذه كارثة. لقد تركت علامة في دفتر ويندي. ستعلم أنني كنت أنقل عملها إلا إن تمكنت من إخفاء العلامة. سأنقل العمل إلى مؤخرة الدفتر. لن تعلم أبدا. ماذا تفعل الآن؟ إنها لا تحل الواجب بالتأكيد. هانذا، تبقى شيء واحد لفعله. أحتاج إلى رسم هذه الدائرة الغبية. أوه، كان علي الانتباه في صف الفن. ماذا يحدث؟ هل تذاكر؟ سأرسم حول لفافة الشريط اللاصق هذا. سيمنحني هذا دائرة مثالية. أو ربما لا. من المؤلم مشاهدة هذا. استمر يا ويندي. هو لدي فكرة. يمكنني استخدام هذه العملة المعدنية بثبات. لماذا يبدو الأمر صعبا للغاية؟ يعني إنها مجرد دائرة. ما الذي يمكنني استخدامه غير ذلك؟ ماذا عن هذا المقص؟ أعتقد أن هذا قد ينجح. الأمر يستحق التجربة. سأضع المقص على الطاولة، ثم سأضع الغراء على أحد المقبضين، والآن سألصق به قلم رصاص. يبدو هذا محكماً. والآن سأرسم الدائرة المثالية. يعمل المقص كفرجار. أحتاج إلى لفه في شكل دائرة فحسب. لقد نجحت أخيراً. شكراً. عمل رائع يا ويندي. جينيفر، لماذا أريق نفسي؟ كان هذا ممتعاً. أمل أنها لن تلاحظ. مهلاً، هل يمكن أن يكون هذا صحيحاً؟ أو كلا، إنها تعلم. يوجد غبار على صفحتي. يوه، يسرني أن لدي هذا الفرجار لرسم الدوائر. أنت تمازحينني. لكن حسناً، كنت أعلم أنني أكره هذا الصف. يا له من يوم هانا. كنت أنسى، علي كتابة ملاحظة. لا يمكنني نسيان امتحان الرياضيات. سأضع الملحوظة في خزانتي، وبهذه الطريقة سأراها دائما. هو علي إنجاز واجبي. حسنا، هذا مفيد. كانت ترتدي نفس الفستان الذي أرتديه. مستحيل، كان الأمر محرجا جدا. بالطبع بدوت أجمل، ومع ذلك. لحظة واحدة، علي كتابة شيء وإلا سأنسى. لدي الكثير من الأحداث فحسب. ماذا تفعلين؟ واو، هذه ملاحظات كثيرة. أوه، لقد تذكرت للتو. علي شراء أقلام. أحب حين نتساكى معا يا ماندي. يذكرني هذا ب... علي الاتصال بأمي. حقا، لست لوحة ملاحظات. ولكن إطار الصورة هذا يعطيني فكرة. سأعود خلال دقيقة. أضيفوا قليلا من النظام إلى حياتكم بهذه الطريقة. اقلبوا إطار صورة وأزيلوا ظهره والصورة. ضعوا تقويما في الإطار واقلبوا الإطار مجددا، ويمكنكم رؤية مهامكم للشهر القادم. مرحبا يا ماندي، انظري إلى ما لدي. أوه، ما هذا؟ يمكنك كتابة كل ما تحتاجين إلى فعله على الزجاج. هل ترين؟ لديك امتحان رياضيات في هذا التاريخ. واو، هذا رائع. شكرا يا غابي. أو مهلا، هذا أفضل. هل تمزحين معي؟ أنا أستسلم. حسنا، من سأختار لحل المعادلة على السبورة؟ كيت، تعالي إلى السبورة. سأحلها بسهولة. سأحمل الثلاثة للأسفل هنا، ثم سأحرك الأربعة للأعلى، وسأنهي المعادلة بتسعة ممتدة للأسفل. آه، صحيح. عودي لمكانك. ما الذي حدث؟ ليتني في السينما الآن. على الأقل سأستمتع ببعض التسالي. تعالي إلى فمي. أو ربما لا. تعرف القواعد يا ماثيو، لا يسمح بالتسالي. فهمت. الآن أين كنت؟ يمكنني على الأقل تناول مشروب لأبقى مرتوياً. أنت؟ ألا يسمح بالشرب أيضاً؟ أكره هذا المكان حقاً. سأموت من الجوع. يا له من يوم فظيع. قواعد غبية. على الأقل يمكنني استعمال فمي والكلام. كيف حالك يا صاح؟ سأتصل بك لاحقاً. يا إلهي، لم يتبقى أي شيء. هؤلاء الطلاب لا يفهمون القواعد.
لا طعام، لا هاتف، لا شيء. أوه، لابد من أنك تمزحين. ألا يمكنني فعل أي شيء عدا الجلوس هنا؟ ما هذا المكان الفظيع؟ لن أسمح بكل هذا. كل هذه المشاكل جعلتني أشعر بالنعاس. ماذا؟ هل تنام الآن؟ ماذا حدث؟ لا يسمح بالنوم. كيف تلطخت يداي هكذا؟ خطرت لي فكرة، سأبدو كأنني مستيقظ. أترين ما أرى؟ تصبحين على خير يا سيدة. لننجرف الآن إلى عالم الأحلام. إلى أين ينظر؟ لا بأس طالما أنه لا ينام. يا إلهي، أنا جائعة. سألجأ إلى كنزي السري. ماذا؟ الغلاف فارغ. لابد أني أكلتها ونسيت. كلها أغلفة فارغة. تباً، ماذا سأفعل الآن؟ خزنة الحلويات؟ إنها الحل. تضع المعلمة الحلويات المصادرة هنا. قد أخذت العديد من حلوياتي. لا، إن تمكنت من فتح الخزنة سأستعيد كل حلوياتي. حسناً، حان وقت العمل. سأفتح الخزنة الآن. تباً، لا أعرف رمز المرور. تبدو العملية سهلة في الأفلام. مستحيل، رمز المرور موجود هنا. لكنها مسألة رياضية صعبة. أوف، لماذا أنا ضعيفة في الرياضيات؟ لا أظن عد الأصابع سينفعني. لحظة، لدي هاتفي، باستثناء أني نسيت شحنه. كيت، ماذا تفعلين هناك؟ أوه، ظننت أنك المعلمة. تعالي وساعديني. أوه، خزنة الحلويات، هذا سهل. راقبيني، سأنسخ المعادلة أولاً ثم سأرسم خطاً هنا وأضع زائداً وأخذ هذه الخانة. سأكرر الأمر على الجانب الآخر. سأحل الجانب الأول الآن، 650، ثم الجانب الآخر سأحصل على 240. جمع الأرقام المقربة أسهل بكثير. المجموع 890. سنعود للأعلى الآن ونجمع 6 و2، ثم نطرح 8 من 890. سنحصل على 882. المجموع النهائي، وانتهينا. هذا رمز الخزنة. واو، أنت ماهرة في الرياضيات. تعالي إلينا يا حلويات. نجحنا، إنها مليئة بالحلويات. ما الذي يحدث هنا؟ يا ويلنا، لقد عادت. كنا جائعتين جدا. كانت مباراة رائعة. هذا أفضل. لحظة، أحتاج إلى دفتر. ها هو. أحتاج إلى شيء أكتب به. قلم. أجل، كلا، لا يوجد أي قلم هنا. ماذا سأفعل؟ يا متفوقة، مرحباً. أنا؟ هل يمكنني استعارة قلم منك؟ حسناً، معي أقلام زائدة. هذا. عظيم، شكراً. أو لا، انكسر. يا متفوقة، انكسر القلم. أريد قلماً آخر. رفقاً به. يا للهول، قلمان دفعة واحدة؟ لن تصدقي ما حدث. خذ، خذ، خذ هذا القلم. آمل ألا تغضب مني. يا متفوقة، هذا آخر أقلامي. حسناً. لحظة، قد يفيدني هذا العصير. سيساعدني هذا الشفاط. فكرة رائعة. سأفكك هذا القلم ثم سأضع بعض الغراء على طرف أنبوب الحبر هكذا.
بعد ذلك سأحضر الشفاط وأدخل أنبوب الحبر فيه حتى أصل إلى الغراء. لن يستعير أي أحد قلما يبدو كشفاط. واو ما أروعه ما. ألديك قلم؟ كلها شفاطات، آسفة. لا بأس. يا صاح هل لديك قلم؟ رائع، يمكنني العودة لواجبي الآن. إذن هل هو خط مموج؟ أظن أنني فهمت هذا. لقد انكسر سن قلمي الرصاص. معي مبرة هنا، على الأقل أظن أنها معي. كيف الحال؟ قد تركتها في خزانتي. أوه حسناً، أعلم أنها في مكان ما. وجدتها. أوبس، بحقك. نانا، هذا محبط جداً. مرحباً يا جابي، هل يمكنني استعارة مبراتك رجاءً؟ هل تقصدين هذا؟ حسناً، شكراً لك. هل هذا صوت الجرس؟ أجل، انتهى الصف. هتوقع للعودة إلى المنزل. هذا مختلف. أراك غداً. وداعاً. وداعاً. كلا، وداعاً أيتها الحمقاء. مهلاً. لقد أوحى لي خاتمي بفكرة. أظن أن هذا قد ينجح. أزيل الحجر الكريم من الخاتم، ثم ضع بعض الغراء على الخاتم. ألصق المبرة على الغراء. الآن انتظر ليجف الغراء. لن تفقد المبرة مجدداً أبداً. طريقة عملية وتبدو رائعة، والمبرة موجودة دائماً حين أحتاج إليها. علي تذكر خاتمي الآن. كان علي التفكير في ذلك مبكراً. الأمر ينجح بمثالية. أحسنت في هزيمتي. تنكر مثالي. تم رصد الهدف. لماذا؟ لقد بذلت قصارى جهدي. هذا ليس عدلاً. مرحباً، هل يكلمني هذا النبات؟ هنا أنا؟ تعالي إلى هنا. حسناً، تفضلي بالجلوس. معذرة، هذا النبات يهاجمني. ما المشكلة؟ رسبت في الاختبار. لكن يمكنني مساعدتك. انظري إلى ذلك. واو، درجة ممتاز. ليست مجانية. حسناً، يا للروعة. شكراً أيتها الغريبة العجيبة، لكن كيف فعلت ذلك؟ ربما لا ينبغي أن أخبرك، لكن لتفوق في أي اختبار كل ما تحتاج إليه هو قلم رصاص كبير. استخدم مشرة لقطع الممحاة على شكل مثلث، ثم انحتها على شكل حرف A. اغمس الممحاة في طلاء أحمر، ثم اختم ورقة الامتحان. كما ترين هذا سهل جداً. يا للروعة، علي تذكر ذلك. أو إنهما صديقتاي. أيتها الرفيقتان، انظرا إلى ذلك. يمكنكما الحصول على درجة ممتاز. العمل مزدهر، تفضلي بالجلوس. تفضلي، هذا يستحق تماماً. شكراً، أعطيني المال. مرحباً، يا للروعة. هذا ليس مجانياً. شكراً. يجب أن أكون حذراً على أطراف أصابعي. هل هناك أي أحد بالجوار؟ لا يبدو كذلك. إيفا جميلة جداً ولطيفة. حان وقت وضع هذه بعيداً، فيجب أن أكون شجاعاً. ستحب هذه المافن التي أحضرتها خصيصاً لأجلها. لا، ها هي آتية، إنها هناك. علي الخروج من هنا بسرعة. سأختبئ في الزاوية. حسناً، إنها بجانب خزانتها. إنها تتحقق من هاتفها. لا لا لا، لا يمكن حدوث هذا. إنه جيك. مرحباً إيفا، لقد أحضرت هذه لأجلك. لأجلي؟ تبدو لذيذة جداً. سأجرب هذه الفراولة هنا. جيدة جداً، هل تريد واحدة؟ لا، ليس هذا عادلاً. كيف سبقني؟ حسناً، سأنجح هذه المرة. أعتقد أنها ستحب هذه الزهور. مرحباً إيفا. ما كان هذا؟ مرحباً، هل هناك ما يمكنني مساعدتك به؟ لا آسف، لا تهتمي. حسناً، إذن رائحة هذه الورود زكية جداً. إيفا تحتاج شيئاً لتكتب علي. هذه هي فرصتي. ها أنت ذا يا إيفا، خذي دفتري. أنت تحبين اللون البنفسجي. ستختار جيك مجدداً بالتأكيد. انظري، لدي ثلاثة لأجلك أيضاً. دفترك عليه شيء ممتع. ماذا؟
جلبت مجموعة من الترتر والخرز والقطع المريحة. وضعت كل لون يمكنني العثور عليه، ثم أخذت غطاء علبة الرقائق وأضفت خطاً من الغراء الساخن على حافة الغطاء، ثم ضغطت عليه على الدفتر. ها نحن داء، إنه جاهز، دفتر يلمع. لا أصدق أنك صنعت هذا بنفسك. أحضرت هذه الأزهار لأجلك أيضاً. ألون هذا القلب بالطباشير. أنا جائعة. مريحة بيتزا، البيتزا المفضلة لدي، أحبها. سقطت البيتزا على قميصي. أنا بحالة من الفوضى الآن. لماذا تبكين؟ ما المشكلة؟ لقد أسقطت الطعام على قميصي، إنه قميصي المفضل. يا إلهي، حسناً، لا تقلقي، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. انتظروا، الطباشير. بالطبع يمكنني استعمال هذا. حسناً، لدي طباشيري والقميص الملطخ. حان الوقت لاستخدام الطباشير على صوص البيتزا. حسناً، ها نحن داء. الآن سألقي به في الغسالة. انظري، قميصك نظيف تماماً. مستعدة؟ ها أنت ذا. مريحة. شكراً أبي. انتظري لحظة، لا مزيد من أكل البيتزا بهذه الطريقة. سيحمي هذا قميصك في حال أسقطت الطعام مجدداً. لذيذ. أحياناً يمكن لوالدك أن ينقذ اليوم. حسناً، سأريكم طريقة حلها. هذا ممل فوق الوصف. يجب أن أكتبها، فقد تأتي في الاختبار. هل أنتم معي؟ حسناً، لننتقل إلى الخطوات التالية. هذا كثير جداً. لماذا تصعب حلها؟ حقاً، مستحيل. كيت، ما المضحك هنا؟ هناك طريقة أسهل بكثير للحل. انظري، سأريك الحيلة السهلة. المطلوب 80%، لذا سأخذ 8. 90، لذا سأضربها ب9. المجموع 72، نفس الإجابة. هل تمزحين معي؟ بهذه البساطة؟ واو، هذا أسهل بكثير. سأشطب كل هذه الملاحظات وسأدون الحل الذي كتبته كيت. أشعر براحة كبيرة. أستاذة كولمان، انظري إلى ما فعله الطلاب. أستاذة هاتسون، لقد فعلوا ذلك لي أيضاً. أتعلمين؟ لسنا مضطرتين لتحمل ذلك. سيحل القليل من الكيمياء مشاكلنا. طيب، كما تقولين. يا إلهي، هذا دخان كثير. أتشو! يا إلهي، شعلت ناراً بعطتك. وأنا صنعت ثلجاً بيدي. هذا مذهل. الآن سيفكر الطلاب ملياً قبل العبث معنا. حسناً، معي كل هواتفي. انتظروا لحظة. لا، إنها تأخذ هواتف الجميع. لن تسمح لي بالدخول دون تسليمها. حسناً، سأخفيها في جيبي وفي أي مكان. حسناً، هذا جيد. أعتقد أنني جاهز للتسلل بهذه الهواتف. انتظر، من الأفضل أن أسلم واحداً حتى لا تشك بي. تفضلي سيدتي، ها هو هاتفي، أنا لا أحتاجه. حسناً، لقد دخلت، لم تشك بأي شيء. حسناً أيها الطلاب، اليوم هو يوم اختبار، لديكم وقت محدود، لذا ابدأوا الحل من فضلكم. حسناً، حان وقت إخراج أول هاتف. لقد نسيت تماماً شحن البطارية. سأتفقد الذي بقبعتي، سينقذني ذلك الهاتف. ما كان هذا الصوت؟ أعتقد أنه لم يكن شيئاً. كان هذا وشيكاً. حسناً، الآن علي إخراج هاتفي دون أن تلاحظ. لا، الشاشة محطمة تماماً من السقطة. حسناً، أحتاج فقط لإخراج هاتف آخر، الهاتف الموجود بغطاء رأسي. ما الذي يحدث هناك بالخلف؟ يملك بالتأكيد هاتفاً يحاول إخفاءه. يتحتم أن أعلمه درساً. ماذا حدث للأضواء؟ مهلاً، يا أنت، شاشة هاتفك تتوهج. مستحيل، لابد أن هذه مزحة. نعم، ها رأنا بحوزتك هاتف. ظننتك ذكياً جداً. حسناً، أعتقد أن كل هواتفك بحوزتي الآن. لا أصدق أنك تسللت بكل هذه الهواتف. ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا، ماذا لديها هناك؟ كيف وضعت الهاتف بالأسفل هناك؟ أنا أشعر بالغيرة.
أنا منبهر حقاً. بهذا؟ كان سهلاً، استخدمت الشريط اللاصق فقط. شريط اللاصق؟ أنت عبقرية. لا، انتهى الصف بالفعل. هذا أسوأ شيء، أكره المذاكرة هذا. لا أفهم حتى بعض ما تعنيه هذه المعادلات. أنا أستسلم. ما هذا؟ إنها دمية محشوة. إنها لك، أتريدين اللعب معي؟ آسفة، لا يمكنني ذلك. علي مذاكرة كل هذا وإنهاء واجبي. ليت بإمكاني الخلود إلى النوم فحسب. أوبس، لقد غفوت سهوا. أحتاج إلى إنهاء بعض هذا فحسب. ماذا يحدث؟ أين أنا؟ هذه أسوأ نتيجة اختبار رأيتها قط. لقد غفوت وأنا أذاكر، سأفشل في اختباري. صباح الخير، هل أعجبك بالوني؟ هل ترين؟ لقد أضفت إليه شريطا كي لا يبتعد. ربما يمكن فعل شيء ما بهذا البالون. لدي بالون ومعي قلم التحديد هذا. سأكتب المعادلات. الآن يمكنني إفراغ البالون من الهواء. لقد أصبح مصغرا الآن. يمكنني وضع قطعة شريط لاصق عليه. سأثبت البالون بحذر. والآن يمكنني نزع قطعة الشريط اللاصق. أخيرا يمكنني وضع قطعة الشريط اللاصق على أحد أظافري. حسنا، لنحاول النجاح في اختبار الرياضيات هذا بمعادلاتي الرائعة هذا. لم يلاحظ أحد حتى. دعوني أرى إن كانت تغش. هل توجد أي قصاصات للغش؟ حسنا، دعوني أتفحصها. سأحتاج إلى كشافي. انظري إلي وافتحي فمك. حسنا، لا بأس بك. أحسنت لأنك لا تغشين. كان ذلك وشيكا، لكن الأفضل. أحب هذه البلوزات، من الأفضل أن أعلقها. لدي ملابس كثيرة، لابد من وجود مساحة متبقية هنا. كلا، من الواضح أنه لا يوجد مساحة. ربما يمكنني إفساح مساحة صغيرة. أجل، لم يفترض حدوث هذا. أحتاج إلى استراحة. مهلا لحظة، لدي فكرة. سأزيل الغطاء من عبوة الصودا. هذا ما أحتاج إليه تماماً. سأضعه على الشماعة، ثم سأستخدمه لحمل الشماعة التالية. سأكرر فعل هذا. إنه موفر رائع للمساحة. والآن سيتسع الدولاب لكل بلوزاتي. كل شيء مرتب ومنظم. والآن يمكنني الاستمتاع قليلاً. الدرس التالي في غاية الأهمية. هل تضع بيلا ملمعاً لشفاء؟ سأضع حداً لهذه المهزلة. ممتاز، والبقية؟ أوف، حسناً، لابد أنه سقط في جيبي بالخطأ. البقية؟ أظن أنك تتحدثين عن هذا اللوح. هذا كل مكياجي، كدت أنسى هذا. هل أنت سعيدة الآن؟ طبعاً. وأنت يا بيتي، هل هربت أي مكياج؟ أنا؟ هذا كل ما أحمل. أنت طالبة مثالية. لنعود إلى درسنا. أوف، من حسن حظي أنها لم تدقق النظر. لو انتبهت للاحظت أن الألوان مكياج متنكر. ما نوع هذه الألوان؟ لصنعها استخدمي المشرطة لقص الغلاف. هزيلي اللون الشمعي، وضعي قلم المكياج، ثم استخدمي الغراء الشفاف لإغلاق الغلاف بسرعة قبل أن يجف الغراء. جيد، بقيت خطوة واحدة فقط. يجب أن أخفي كل الأجزاء الخشبية، ثم سأعيد القلم إلى العلبة. هذه الحيلة عبقرية يا بنات. نحن ندون الملاحظات. لا بأس إذن. اختبار الكيمياء، لديكم ساعة واحدة. أوف، أكره الاختبارات. لا أعرف إجابة أي سؤال. يا سلام، أنا نعسانة. لعبتي السبينر ستساعد على إيقاعي. هيا دوري، كم أعشق هذه اللعبة. ما الذي تفعله جينيفر هناك؟ ألا تعلم أن الألعاب ممنوعة في الصف؟ حان وقت وضع حد لها مع قواي الجليدية. هل أصبح المكان بارداً فجأة؟ جينيفر، أنت تعرفين قواعد الصف. الألعاب ممنوعة. آسفة، سأعود لاختباري.
دياب، هل الأستاذة مشغولة الآن؟ أجل، حان وقت العلكة. يا سلام، هذا ما أحتاجه بالضبط. سأعيدها إلى محفظتي بسرعة. كم أعشق العلكة. أو انفجرت الفقاعة، يجب أن أخفي علكتي. جينيفر، اسمها مستيكا. يلا الهول، ماذا يحدث الآن؟ كما لو كانت هناك عاصفة ثلجية تهب في الصف. يجب أن أتدفأ حتى لا أتجمد. أوه، أشعر ببرد شديد، توقفي أرجوك. هل تعلمت درسك يا جينيفر؟ طيب إذا سأوقف قواي الجليدية. الحمد لله، ظننت أني هالكة لا محالة. طيب، سأركز على امتحاني الآن، أعدك بذلك. هذا أفضل لك، لا تدفعيني لتحويلك إلى تمثال جليدي. هذا الاختبار في غاية الصعوبة. لحظة، خطرت لي فكرة. إنها لا تنظر، هاتفي قادم للإنقاذ. بسرعة، يجب أن أعثر على الإجابة. لابد أنك تمزحين معي، هذه آخر مرة تقلل فيها من شأني. جينيفر، ستندمين على تصرفاتك اليوم. هذا الهاتف ملكي الآن، أعطني إياه حالاً. هذا يكفي. هاتفي تحول إلى جليد، كيف سأتمكن من استخدامه الآن؟ هيا، لا أستطيع حمله حتى. إسراء! حسناً، لا تهتمي لما أفعل. ماذا تفعلين؟ ليس لدي وقت للتحدث. أنت تمهلي. ما الأمر؟ لما أنت متعجلة هكذا؟ لدي موعد غرامي مع كريس، انظري إليه، إنه وسيم جدا. لا بأس إن كان ذلك رأيك، كان علي أن أعرف بحدوث هذا. علي الاستعداد، أريد أن أبدو بمظهر جيد، أريد أن يكون كل شيء مثاليا. استرخي فحسب، سيكون كل شيء على ما يرام. حسناً، أظن أنني مستعدة. أحتاج إلى قلادة. أوه، هذه لطيفة. هذه القلادة دائماً تليق بي حين أرتديها. لا يمكنني ارتداؤها، لن تناسب مقاسي. لونا، هل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، أعطني إياها. تفضلي. لا تفعلي هذا. كلا، قلادتي. هذه كارثة. ماذا سأفعل الآن؟ أنا آسفة، ربما يمكنني إصلاح هذا. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. راودتني فكرة. أنا أحتاج إلى قلم طباعة ثلاثية الأبعاد فحسب، يمكنني استخدامه للرسم على هذا التمثال النصفي. سأرسم حلقات صغيرة بهذا القلم، سأرسم على الرقبة بأكملها. والآن سأمر على ما رسمته مجددا لأصنع المزيد من الحلقات. ها نحن ذا، أظن أن القلادة جاهزة، إنها قلادة ضيقة. جينيفر، انظري إلى ما لدي. ماذا؟ أوه، هل صنعت هذه القلادة؟ إنها لأجلك. شكرا لك، لقد أحببت القلادة، إنها تبدو رائعة علي. عليك الانطلاق، استمتعي بوقتك. أهلا، انظري ماذا أحضرت معي. زرو، واو، هل يمكنني اللعب معه؟ طبعا، اسمه كامبوش. اسم على مسمى، كما انتظري. أجل. مرحبا. أهلا، كمان جميلة. ماذا؟ ابتعدي. لا، سأدفع لك هذا المبلغ. لا، لا يمكنك شرائي بالمال. حسنا. هذا الجرو ظريف. هذا ظلم، من تظن نفسها؟ أشعر بغضب كبير.
سببت غضبي على لوح الشوكولاتة. هل تريدين حملة؟ هزل؟ لدي فكرة للانتقام منها. يبدو سأقص طرف غلاف لوح الشوكولاتة ثم سأعصرها على الدفتر. هكذا. هذا الكلب لطيف. يا للهول، هذا الكلب فظيع. هذا مقزز. نجحت، سأبعد الدفتر. لقد عدت حبيبي كنفوش. إجابة المعادلة بسيطة. أحتاج إلى النوم، هذا ممل جداً. سأريح عيني قليلاً. أحتاج إلى بعض المرح. لا أعلم ما علي فعله تماماً. ميندي، ما الأمر؟ أفقدي هذا؟ صرت موجهاً على إصبعي؟ ثم سألصق بالوناً علي. مرحباً يا ميندي، لماذا فعلت هذا؟ تبدين سخيفة، توقفي عن الضحك علي. ولكنني لم أنتهي، سرتم وجهاً آخر على هذا الإصبع. ها هما العينان، سرتم يداً على هذا الإصبع. سيبدو هذا رائعاً، علي رسم قناع على هذا الإصبع. هذا الرجل يبدو مخيفاً، لا يمكنني نسيان العينين. لا تقترب أكثر من ذلك أيها الشرطية، انقذني. معادلات؟ ماذا؟ أين أنا؟ أتساءل كيف سينتهي هذا؟ ماذا يحدث؟ هو أنا أفهم الأمر. نجح. ممنوع العبث في صفي، لا أسمح بالترهات في صفي. حسناً استرخي. واو، لقد كان غاضباً جداً. حسناً، ستتسابقان على حل هذه المعادلة. سأفوز بكل تأكيد. سنرى. ثلاثة، انطلاق. المسكينة، إنها ترهق نفسها في الحل. لحظة، هل تحل المعادلة؟ لا يهم، يبدو أني سأفوز في هذا السباق. ما الذي تفعله الآن؟ تبرد أظافرها؟ يا لهم سخيفة، هل تأخذ هذا التحدي على محمل الجد؟ قهوة؟ من أين أحضرتها؟ ولوح شوكولاتة؟ يا لها من غريبة. سأواصل الحل. انتهيت. ماذا؟ مستحيل، كيف يعقل ذلك؟ لم أحل المعادلة بعد. لا داعي لكل هذا التعب، هناك طريقة سهلة وذكية. سأكتب الأرقام الأولى في الأعلى والرقم الثاني على الجانب. حسناً، 3 × 7 يساوي 21. سأكتب هذا الرقم في هذه الزاوية، التالي 7 × 1. هذا سهل، 7. سأضع هذا الرقم في المنتصف. وأخيراً، 4 × 7، الإجابة 28. سأكتبها في الخانة الأخيرة. الرقم الأول هو 2، ثم سأجمع الرقمين التاليين. المجموع هو 1، ثم الرقمين التاليين 7 + 2 = 9. سأكتب 9 هنا، سأكتب آخر رقم 8 هنا. هذه هي الإجابة، 2198. هذه تهجئة كلمة قطة بالإنجليزية. بيب بيب، يجب أن أصعد الجبل. انتبه معي. حسناً، أحتاج قلمي. هل هذا جيد؟ هجل، أحسنت. انسخ هذه الكلمة الآن. حسناً، يجب أن أكون دقيقاً. هو يبدو أنه سيستغرق بعض الوقت. يجب أن تكون مرتبة. أحتاج المزيد من الشاي. كدت أنتهي؟ أنا هيكل عظمي الآن. يحتاج حرف تي خطاً هنا. انتهيت. ها؟ ماذا؟ هو أحسنت. أوف، استغرق دهراً. يا طلاب، يجب عليكم نسخ هذه المعادلة. حسناً، يمكنني فعلها. أحتاج القليل من التمدد، أنا جاهز. يجب أن أدون كل التفاصيل. الحل طويل، لكن لا يمكنني تفويت أي نقطة. سأنسخ كل شيء على السبورة. بقي القليل والقليل، وانتهيت. أوف، كان الشرح طويلاً.
جيد، لننتقل للحصة التالية. الأحياء، دراسة جسم الإنسان. ماذا؟ بهذه السرعة؟ أوف، يجب أن أبدأ النسخ. هذا ممتع، الألوان جميلة جدا، أحب الطلاء. يحتاج إلى قليل من الأزرق. لقد انتهيت، سأضعها مع البقية. سأريها لأمي. أمي أمي، انظري إلى هذا، لقد صنعت لوحة لك. إنها رائعة. لقد علقت الصفحات معا، لقد فسدت لوحاتي. لا يمكنني فصل الصفحات، لكنني عملت جاهدة على هذه اللوحات. لا تقلقي يا عزيزتي، انظري، يمكنك تناول هذه المصاصة. أوه، إنها لذيذة. فتاة طيبة، لا داعي للانزعاج. من الأفضل أن أنهي الغسيل. مهلاً، أعتقد أنني أعلم كيف أصلح هذا. سينجح هذا بالتأكيد. أحتاج إلى علاقة تجفيف الملابس هذا. ها نحن ذا، أظن أن هذا يبدو جيداً. هل علقناها؟ سننتظر ليجف الطلاء. أنت موهوبة جداً يا عزيزتي. أتوق لوضعها في إطار. هذا صعب جداً، لم أفهمه. كلا، غير صحيح، يجب أن أسرع أكثر، سيكون هذا أسهل بكثير. أهم، لا يمكنك التعلم بهذه الطريقة. هل يمكنني الذهاب إلى المرحاض؟ حسناً، بسرعة. أنا أتمكن من تجاوز هذا الدرس. أوه، سأشرب كوباً من الماء. أحتاج إلى استراحة. سأفكر بخطة. مهلاً، وجدتها. هذا غير مجدٍ. فكرة رائعة. سأكتب الأرقام على هذا الكوب. سأضع كوباً آخر فوقه. ثم سأرسم إشارتي الجمع والطرح على هذا الكوب. سأكرر هذا بالمزيد من الأكواب، وكل ما علي فعله تحريك الأكواب لمعرفة الإجابة الصحيحة. رائع، لم أكن ليحصل على هذا الجواب. أصبح الأمر بسيطاً الآن. سأستخدم أصابع قدمي قريباً. ربما سيساعد هذا لونا. هي، لا تنزعي حذائك واستخدمي هذا. واو، شكراً لك. مهلاً، ماذا تفعلين؟ أو لقد حاولت. أشعر بالحيرة. حسناً، حان وقت الغداء. أنا متحمس لأكل رقائق البطاطا. أوه، ماذا أحضر كيفن؟ مرحباً كيفن، ربما يمكنك مشاركة أكلك؟ حسناً، ربما. هذا شرابي. ماذا سأكل الآن؟ حسناً، لا أحد حولي. مرحباً كيفن، ماذا لديك هنا؟ أو تفضلي، خذي كل شيء. ثانية، تأخذان طعامي دائماً. أو انتظر، لدي مكالمة. هل أنهيت تقطيعها يا كيفن؟ حسناً. أهلاً، لحظة، سأقص الجزء العلوي وأحضر حلوى إيمان أمز. سأسكبها في فلفل الحلو فهو أشبه بكوب، ثم سأعيد الغطاء إلى مكانه. سأفعل نفس الشيء مع الخيار وكيت كات وهذا القارع، إنه يتسع للعصير. سأملأه بالكامل ليروي عطشي. انتهيت، سأعيد الغطاء. سأضع القرع في سلة الخضار. صندوق الغداء جاهز، سيحل مشكلتي بكل تأكيد. أهم، حان وقت الغداء. لنرى ما أحضره كيفن اليوم. ماذا، خضار؟ كلا، شكراً، إن طالت خدعتي عليهما. سأتناول الحلوى الآن. حل سهل لهذه المشكلة. سأحتسي القليل من عصيري. منعش. هل تريدين إطفاء الإثارة لهذه الحصة؟ أمري. هل ستغسلين شعرك؟ كلا يا سخيفة، قطرة واحدة فقط. سأضعها على شفتي. هل فقدت صوابك؟
راقبيني، هل ترينها؟ لا أصدق ما أراه، يجب أن أجربها. انظري إلى هذه الفقاعة. واو، أصبحت الحصة ممتعة الآن. ماذا؟ يا بنات، هل عجبتكم هذه الحيلة المدرسية؟ فلتستمروا في المشاهدة. أريده أن يكون حادا للغاية. هلا، هناك عطسة قادمة. هل يمكنني؟ شو؟ أنا آسفة، أنا مغطاة بنشارة أقلام رصاص. أشعر بالذنب، أو مهلاً، خطرت لي فكرة. أجل، ستنجح بالتأكيد، لن يتكرر هذا الحادث. سأحتاج علبة تيك تاك، سأفرغها من الحلوى وأزيل الغطاء. هذا المكان مثالي للمبراة. سأعيد الغطاء إلى العلبة. يمكنني الآن أن أبري قلمي دون إحداث فوضى. هل يمكنني سؤالك الآن دون التعرض للهجوم؟ أجل، توصلت إلى حل، أترين؟ واو، هذه الفكرة ذكية. هذا منعش جداً. حسناً، دعوني أتحقق من قياساتي. مرحباً يا جينيفر. أنا جائعة جداً. هل تمانعين إذا شغلت التلفاز؟ ماذا تفعلين؟ تعرفين أنني أتبع حمية. رائحته شهية جداً. أهلاً، ابتعدي. حسناً. أوه، انظروا إلى ذلك، يا له من دب محشو ضخم. لدي فكرة، سأقطع شقاً في الدب المحشو ثم أحشوه بوجباتي الخفيفة. سيبقيها هذا مخفية، لا ينبغي أن تراها جينيفر، ويمكنني تناولها كلها. شكراً لك على التخلص من الحلوى. هو أجل بالتأكيد، لا مشكلة. ميندي، ما تلك الضجة؟ ماذا يحدث؟ إنني أعانق الدب فحسب. إنه لطيف حقاً. كان ذلك وشيكاً. سأفقد عقلي من شدة الملل. أحتاج دفعة من الطاقة. كفي عن ذلك. غابي، هل يجب أن أكرر كلامي مجدداً؟ لا يسمح بالشرب. ها؟ كيف لي ألا أتذكر؟ القواعد هنا كثيرة. سأخذ هذا. هذه المشروبات مضرة بالصحة على أي حال، وقد سئمت من القهوة. هذا ليس عدلاً. آنسة، لحظة من فضلك، أنا قادمة على الفور. لنتحدث. ستدفع الثمن بلا شك. وسنستمتع قليلاً أيضاً. ستتمنى لو أنها تخلصت من هذا. الكوب رقم واحد بلا قاع يا حبيبي. هل تحب الكوكاكولا؟ ستحصل إذن عليها، أو بالأحرى هذا ما ستضمه. المزيد من السيلوفان. هنا سنضع الغطاء. يجب أن أزيل آثار الجريمة، لن تتفطن إلى وجوده حتى. يجب أن أسرع، والآن لا تتحرك. سيكون كل شيء مثالياً. أتممت المهمة بنجاح. ذلك الشاب عبقري بلا شك، وأنا أيضاً. يبدو كل شيء بخير هنا. غريب، أين الصودا؟ لحظة الحقيقة. تنورتي، كيف؟ لماذا؟ لا تنظري إلي. هل هذا اختباري؟ حصلت على امتياز، ستكون أمي فخورة بي.
وفي تلك اللحظة علمت أني سأكون طالبة متفوقة. ماذا؟ هذا مستحيل، ستعاقبني أمي بالتأكيد. يا لشناعة هذه العلامة، يعني هذا شيئا واحدا. كعبها خدش أرضية المسرح. يا لها من محظوظة. هذا سيء. لا، لم يذهب تعبي سدى. ماذا عنك؟ ثانية واحدة. لا يمكن أن أخبرها أني رسبت إلا إذا وجدتها. يتطلب الأمر القليل من الإبداع. سأضع قطعة شريط لاصق على العلامة. يجب أن أضغطها حتى تصبح مستوية تماماً، ثم سأنزع القطعة بسرعة. حان وقت تعديل درجتي. هذا أفضل، لن أخجل من استعراض درجتي الآن. يا آني، حصلت على امتياز أيضاً. هذا رائع، كنا طالبتان متفوقتان. متفوقتان. المعذرة، هل أنت جينيفر؟ تعالي معنا. عاقبة الكذب وخيمة، يجب أن أعيد الدرجة الحقيقية. أهلا بك يا علامة الرسوب. كان ذلك وشيكا. قهوة لي وقهوة للأستاذة هاتسون. قهوة لذيذة. هاي، إنها ساخنة. طيب، سأحل هذه المشكلة. القليل من القوى الجليدية. كدت أنتهي. عظيم، آيس كريم قهوة كما أحبه بالضبط. طعمه لذيذ. أحضرت قهوة لي، شكراً. ما الذي تفعلينه؟ يا، تبدو باردة لي. أحب قهوتي الساخنة. ماذا؟ ثلج في قهوتي؟ أستاذة كولدمان، لماذا يوجد مكعب ثلج في قهوتي؟ هل كان في قهوتك؟ لا أعرف كيف وصل هناك. صدقتك. أنا صادقة. إنها غلطتي. لا أريد قهوة باردة. مهلا، يمكنني إصلاحها بقواي النارية. ستساعدني هذه الكرة النارية. انتهيت. سأحركها قليلا. هذه القهوة التي أريدها ساخنة. ستوقظني هذه القهوة وتمدني بالطاقة. يبدو أن كلتينا حصلت على ما تريد. أشعر بالقلق من الاختبار. حقا، أظن أنه سيكون سهلا. لا أعرف من أين أبدأ حتى. إنها لا تنظر، سأستغل الفرصة. ستنقذيني أيتها الآلة الحاسبة. هل تستخدم آلة حاسبة؟ ماديسون، أنت أمامي. آسفة، سأعيدها لمكانها. كيف سأحل هذه المسائل؟ ربما بهذه الطريقة. كلا، هذا خطأ. ما إجابة كيت يا ترى؟ مستحيل، هل انتهت من الحل؟ ما ذلك الشيء على ورقتها؟ خربشة؟ كيت، ما هذه الفراشات؟ سأريك الطريقة. هذه هي الكسور. سأرسم دوائراً بهذا الشكل على كلا الجانبين، ثم سأحولها إلى فراشة. الآن سأضرب الزوايا. وضع الإجابة بجانب قرن الاستشعار. لا تنسى ضرب كل الزوايا. الخطوة التالية ضرب الصف السفلي، ثم قسمة أرقام قرني الاستشعار. هذا الرقم العلوي ولديك الرقم السفلي. تفضلي. واو، إنها مفيدة وجميلة. انتهيت. لنسلم أوراقنا.
مرحباً، يبدو أن الحصة توشك على البدء. من يريد تسليم واجبه أولاً؟ أنا، اختاريني. أجل، اختاريها. حسناً، تعالي إلى السبورة. شكراً، نعم. لحظة، هل هذا هو واجبك؟ أجل، أحب شرح كل شيء بالتفصيل. سأعلق هذه اللوحة على السبورة وأكتب العنوان هنا. انتهيت يا أستاذة، سأسلم واجبي لك الآن. لدي بضعة مجلدات عن الواجب ورتبتها حسب اللون لتسهيل تصفحها. ركزت على الجهاز العضلي في هذا المجلد، وتضم المجلدات الأخرى بقية الأجهزة. يا إلهي، هذا كثير. شكراً على مجهودك، عودي لمكانك. كيفن، هل حللت الواجب؟ أجل، وضعته في مجلد أيضاً. تباً، لماذا لم أكمله؟ الجهاز العضلي؟ يا رجل، خذ استراحة من الدراسة. لنلعب، أنا أتحداك. هيا يا صاح، ركز على اللعبة. حسناً، تفضلي. كيفن، ما هذا؟ سأعود إلى مكاني. أنا متعبة. استيقظت؟ ماذا؟ تبدو جينيفر مرتاحة. لماذا لم تخطر لي هذه الفكرة؟ هذا مريح. أي، ما الذي وخزني؟ هذا الصبار خطير. أشواكه مؤلمة. هل يمكنني الارتياح أخيراً؟ أحسني التصرف. لا تزال غير مريحة. يجب أن أهدأ. سأتخلص من كل محتويات الحقيبة. لم أعلم أن كل هذه الأغراض موجودة فيها. الحقيبة الفارغة لن تنفع. استيقظي يا جينيفر. ماذا؟ كيف جعلت حقيبتك مريحة؟ الحيلة بسيطة، إنها حشوة عادية. أليس ظريفاً؟ لكنه مصاب في ساقه. شكراً على الحشوة المجانية. أحضرت كيساً بلاستيكياً وملأته بحشوة الدب المنفوشة. بعد ملئه، أغلقت الكيس. يمكنك استعارة كيسي. إنه طري. يمكنني النوم براحة أخيراً. هذا رائع. هل تمزح معي؟ لم أتهنأ بغيبوبتي. موضوع اليوم هو بوبيت اليونيكورن. آخر من ينتهي هو الخاسر. ربحت. ربحت. خاسر. مستعدة؟ بكل تأكيد. هذا تحدي سهل. يجب أن أربح. أسرع. هيا. سأربح بكل سهولة. استعدي للخسارة. أنا الرابحة. كدت أنتهي. الفن الحقيقي يأتي. انسوا الأمر. يجب أن أواصل. ألواني، لا يمكنني استخدامها. وهذه أيضاً، لا أحتاج هذا. ما الذي تفعل؟ آخر جزء. هيا، يجب أن أربح هذا التحدي. أحتاج إلى ألوان. كيف تجري الأمور معه؟ ببطء وثبات سأربح التحدي. لا يمكن أن أدعه يربح، لكن ليس معي ألوان. لحظة، ليس لديها أي ألوان. سأندم على هذا التصرف. أعطيني ألوانك. لابد أنه يمكنني فعل شيء بها. لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. سيساعدني هذا الشفاط. سأحضر الشفاط وأدخل رأس القلم في طرفه وأكرر نفس الخطوة على الطرف الآخر. حصلت الآن على قلم يكتب ويلون. لا يمكن أن أربح بهذه السهولة. بنت، خذي هذا. ألوان؟ يمكنني إنهاء رسمتي. شكراً. العفو. لحظة،
3 2 1 انطلاق. سأنظر إلى ورقة الغش. أوه، هذا مفيد. كيفن، هل تخفي شيئا هنا؟ ورقة غش كما توقعت. أنا آسف. كلا، لا أريد أن يحدث هذا لي. أهلا يا أبي، ألم تنتهي من المذاكرة؟ أوه، هذا هو الكتاب الذي أبحث عنه. أوه، المروحة ألهمتني بفكرة ذكية. عادت ورقة الغش. قمت بطيها مثل آلة الأكورديون. سأحتاج الآن إلى قلم وغراء. خط صغير من الغراء على الحافة. هذا يكفي، حان دور ورقة الغش. سأضع أحد طرفيها على القلم والطرف الآخر على قلم آخر. صنعت مروحة من ورقة الغش. يجب أن أكتب الجواب بسرعة. أوه، إنها قادمة. سأخفي ورقة الغش بإغلاق المروحة. أوه، أهلا يا معلمة. دعني أرى، هل تخفي أي شيء يا كيفن؟ حسناً، واصل الحل. نجحت هذه الحيلة، من الأفضل أن أنهي حل الاختبار. يا له من يوم. أوه، يبدو ذلك مكاناً جيداً للجلوس. هاو، هذا جميل. أحب أن أكون وسط الطبيعة. أوه، يا له من سنجاب صغير جميل. مرحباً أيها الصغير. أوه، يمكنني أن أرسمك. لا تتحرك. أوبس، كان ذلك وشيكاً. أنا آسفة، سأستغرق دقيقة فحسب. ربما يمكنني أن أستند على المقعد. مهلاً، كلا، هذا لا يفلح. لا يمكنني أن أجد وضعاً مريحاً. لما هذا صعب هكذا؟ أوه، هذا محبط جداً. هذه البيتزا لذيذة جداً. هل يمكنني مساعدتك؟ مرحباً، هل يمكنني الحصول على هذا الصندوق؟ سأدفع لك. بالتأكيد، لكن ليس البيتزا. رائع، يمكنني شراء مزيد من البيتزا. هذا يوم حظي. هذا ما أحتاج إليه تماماً. سأستخدم هذا كدعامة لرفع الغطاء، ثم سأسند ورقتي عليه. هذا أشبه بحامل الرسام. الآن يمكنني رسمك. أوه، يمكنني رسم السيدة التي تأكل البيتزا. تبدو هذه رائعة جداً، لكن رسم الأشخاص صعب جداً. البيتزا هي أفضل طعام حقاً. مرحباً، أنت نموذج رسم رائع. ماذا قلتي؟ هل ترسمينني؟ ربما يمكنني إلقاء نظرة. سأبقى هادئة. مستحيل، لا أصدق ذلك. إنها تحفة فنية. واو، لقد أعجبتني. هذه أنت، آمل أن تكون قد أعجبتك. تعجبني كثيراً. هل تعتقدين أن بإمكاني شراؤها؟ بالتأكيد. شكراً لك، أنت فنانة حقيقية. هذا لطف كبير منك. وصلت في آخر لحظة. لكنك أحضرت معك شيئاً بشعاً. ما الذي تتحدث عنه؟ هذه البثرة كبيرة. يا للهول، هذه البثرة بحجم البحر المتوسط. أحتاج إلى الكثير من كريم الأساس لتغطيتها. هل هذا مكياج؟ يا معلمة، اصمتي، أنا أحتاجه. اخرسي أرجوك. توقفي. ما كل هذه الضوضاء؟ أوف يا إلهي. سأغطيها بيدي. من تريد حل المسألة؟ أنا. لا أحد. أنا. حسناً، تعالي للسبورة. ما مشكلتها؟ مهلاً، وجدتها. هل تريدين إخفاء كريم الأساس؟ أزيلي غطاء الممحاة، ثم اسكبي المكياج في حاوية الممحاة. أحضري صمغاً وأزيلي غطاء، واستخدمي المشرة لإخراج الصمغ. بعد أن تصبح علبة الصمغ فارغة، ضعي إسفنجة المكياج. هذا ما أحتاجه بالضبط. وداعا أيتها البثرة، يجب أن أسرع. آمل أن يغطيها بالكامل. فعلتها. انتهيت، اختفت البثرة. لن تضحكي علي الآن. أين ذهبت البثرة؟ أنت تتوهمين. لكنها كانت. أين اختفى مكياجك؟ ربما أحتاج إلى نظارة جديدة.
لا أستطيع حل أي مسألة هنا. هل اختبار صعب؟ حسناً، ربما إن جربت هذا. لا، هذا لا ينفع أيضاً. هذا أسوأ يوم على الإطلاق. حسناً، فقط اهدئي وقومي بالحساب مجدداً. لا لا، هذا لا ينفع. أنا فاشلة تماماً. ماذا؟ انظروا لكل هذا الورق الذي تضيعه. كيف يبلي جيداً في هذا الاختبار؟ ربما يمكنني طلب بعض المساعدة منه؟ أنا أساعدك. مستحيل، أنت فاشلة بالتأكيد. مستحيل، سيعاملني بلوم. إنه شهير جداً. هل الجو حار هنا؟ أشعر بأن الجو حار جداً. ما الأمر؟ لا شيء. مستحيل، إنه على وشك الانتهاء من الاختبار. هل يطلب المساعدة منه؟ مساعدة؟ بالتأكيد، تسعدني المساعدة. دعيني أريك حيلتي الحسابية. ارسمي مربعاً حول الأرقام الأولى ثم اضربيها. بعد ذلك افعل الشيء نفسه مع الأرقام الأولى واكتبي الإجابة. والآن ستجمعين هذين الرقمين وتضعيهما في المنتصف. هل رأيت؟ هذه هي إجابتك. شكراً جزيلاً، أنت رجل نبيل. الآن بإمكاني إنهاء هذا الاختبار. نعم، أنا أحب كتابة المقالات، إنها الأفضل. أحب صياغة الحجج المقنعة. انظروا إليه وهو يكتب بسرعة كبيرة. يا له من غريب أطوار. لا يمكنني نسيان استخدام كلمات انتقالية جيدة. مبرد الأظافر ليس نافعاً، أحتاج إلى واحد آخر. لا، أعتقد أنني بحاجة لمبرد الأخضر الكبير. لا يمكنني نسيان هذه الحجة أيضاً. نعم، حسناً، حان الوقت الآن للاستنتاج الممتاز. لا، لقد استهلكت قلمي الرصاص. لا، كيف لي أن أنهي مقالي بدونه؟ هل معك قلم رصاص بإمكاني استعارته؟ آسفة، هذا كل ما لدي. حسناً، أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. أعطني إياه. نعم، إنه يعمل. إنه يبرد القلم الرصاص ويبريه. رائع، قلم رصاص مناسب لإنهاء مقالي. هل تعتقد أن بإمكانك كتابة مقال لي؟ بالتأكيد، أنا مدين لك على أي حال. نعم، سأعود لهاتفي. الحصة سخيفة، أشعر بالضجر. سأعود للمنزل. حسناً، من يمكنه حل هذه المعادلة؟ أنا، اختاريني. أنا. أوه، يا لك من محظوظة، يمكنك حلها. كيف يفترض بي حلها بدون آلة حاسبة؟ أنت ساعديني في حلها. حسناً، يجب أن أصوبها بدقة. الأقلام، استهدفي الأقلام. كيف حدث ذلك؟ هل أنتما وراء ذلك؟ يجب أن ألتقط الأقلام. نعم، نجحنا. أنا قادمة. بسرعة، لنتبادل الأماكن. لا تزال المعلمة ملتهية مع الأقلام. يجب أن أغير مظهري. وأن أفرد شعري أيضاً. انتهيت من المظهر؟ يجب أن أقلد تصرفاتها. انتهيت أخيراً. متى ستحلين المعادلة؟ سأحلها الآن. أول رقم هو 2، لذا سأرسم خطين. الرقم الثاني هو 1، لذا سأضيف خطاً واحداً. في الاتجاه الآخر 3 خطوط لرقم 3 وخطان لآخر رقم 2. سأرسم الأقواس الآن. هكذا، النقاط هي التالية: نقطة في مكان تقاطع كل خط. هناك 6 نقاط في هذا القسم، و7 نقاط في القسم الأوسط، ونقطتان في آخر قسم. انتهيت. سأجمع الأرقام معاً. الإجابة 672. انتهيت. حلها سهل. دعيني أرى. واو، الإجابة صحيحة. أحسنتي، رائع. إنه لذيذ. هولا، سكبت الشاي على حضني. يا إلهي، هل أنت بخير؟ خذي معي منزل إضافي، استخدميه. شكراً جزيلاً، أنا أقدر ذلك. لا مشكلة، من المؤسف أن ملابسك اتسخت. هل تعجبك ملابسي؟ رأيتك في الصف اليوم. الأصفر لوني المفضل في الواقع.
أوه يا للهول، الحلوى عالقة في شعرها. انتظر، مهلاً. أولا، الحلوى متشابكة بشعري. أوه، لا أستطيع التوقف. حاوية قمامة، لا. أوه يا إلهي، يا لسوء حظي، أنا مغطاة بالقمامة الآن. اليوم منحوس. رائع جداً، أليس كذلك؟ هذا يذوق واجبات الصف المدرسي المملة. ماذا تفعلين يا غابي؟ أعطني هذا. إنه مجرد كتاب. أنا لا أفهم. حسناً، لكن انتبهي. ما أفضل حيلة مدرسية تعرفها؟ أخبرونا في التعليقات بالأسفل. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وتذكروا الاشتراك في القناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو.